بمبادرة من قسم العلاقات الدولية قمنا بهذه الزيارة للسيد السفير الصيني بالرباط. طبعا الهدف هو أن ننقل له تعازي حزب عدالة والتنمية في الوفاة التي وقعت بالصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك التعبير عن مواساتنا وعن قلقنا لما وقع من إصابات بهذا الفيروس، ولكن عبرنا عن تفاؤلنا وعن سعادتنا بالنظر للمعطيات التي تفيد تراجع الحالة الوبائية في الصين، لا فيما يتعلق بالوفيات لا فيما يتعلق بالإصابات. ونقلنا له مساندتنا كحزب للصين بالنظر للعلاقات المتميزة التي تربط بين حزب عدالة والتنمية في المغرب والحزب الشيوعي في الصين. السيد السفير من جهته وضعنا في صورة المعطيات وما تقوم به السلطات الصينية من جهود لمحاصرة هذا الوباء، وكذلك ما تقوم به المنظمات الدولية من جهود لدعم مواجهة السلطات الصينية لهذا الوباء كمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الدول. في ذلك السيد السفير عبر عن سعادته بهذه الزيارة الرمزية، ولكنها تحمل دلالة كبيرة جدا. في ذلك يعني هذه الزيارة هي واحدة، هي زيارة ذات دلالة رمزية، ولكن أتصور هي بحمولة كبيرة جدا من حزب عدالة والتنمية إزاء يعني أصدقائنا في الصين الشعبية.